سافر انا والمرا ديالي ومره مره شنجي مني با دار واحد العمليه بحال هكا ما جيناش واحد السيمانه. مني جيت تفاجات بان الباب ديال الحديد عندي حيد طلع بلي اجور والاسمنت صافي طرق وحلو عندهم. دابا حنا ملي شنطالبو شي يقول لك سير على السلطات المحليه. ملي شنجيو لهنا للقياده لقيت شي يقول لك سير للمحكمه. اصلا كانت عندي عندك بيت ديالي عايش فيها انا والمراه. حيدوا لنا دابا الساروت صافي حتى حاجه ما بقاش عندنا يعني الزنقه هي اللي باقا عندنا. هي حامله دابا. دابا حنا فين ما تنجيو المقاطعه شيقول لك لا ما كاين حتى شي حاجه يعني سير المخزن سير الوكيل هادشي اللي شيقول القايد. هو اصلا هنا حنا دابا قدام المقاطعه هو باقي كما جا حاليا يعني يوميا يعني السيمانه الشهر واخا تبقى حتى لهنا. هاي دابا تقريبا شي 11 ونص هو باقي كما جا. الا جا عنده جوج دقائق ثلاثه يستقبل الناس على برا ويصيفطهم في حالاته. وانا دابا مضروب ضرباني الكلوه عندي عمليه. هي مزروطه ضرباني الراس ليدي حشك الخصيتين ديالي. احنا باقيين واحدين. هادي الضربه الثانيه ملي مشيت بغيت ناخذ غير الحوايج ديالي تحاموا عليا وتضربت ضربني الخوادري. يعني اللي ما عندوش الام والاب راه صافي يعني بحال بجوج ما بقاوش عندي. ما بغيتش حقي ما بغيت حتى شي حاجه باغي غير الحق ديالي صافي هادشي اللي باغي. بغيت الحق ديالي فقط. جوج شكايات ديال الدرك الملكي باقي ما استقبلنا حتى شي واحد. حتى شندقوا البيبان الكبار ملي تيدويو معاه ما عاد باش يستقبلونا. انا البارح جوج شكايات ديالهم هما تعتقلش. علاش؟ جوج شكايات بانني انا ضاربو وضارب بزاف الحوايج. جوج شكايات شديت فيها يعني حتى خرجت مع الوحده الليل. واخا مضروب. يعني كلشي ردوا لي. انا غير جالس دابا من الخدمه ما خدام ما والو. رساله للناس المسؤولين يوقفوا معايا على حقي. ما باغي حتى شي حاجه باغي غير الحق ديالي. انا ما باغي حتى شي حاجه بغيت غير حقي. هادشي اللي شنطالب.